أزمة كبيرة بيعاني منها المنتج محمد السبكي بعد ما أصدرت محكمة الجنح حكمها بحبس بنته رنا السبكي لمدة عام بسبب فيلم ريجاتا اللي كان أول إنتاج ليها، وده في الدعوة اللي اتقدمت من المحامي سمير صبري. محمد السبكي شايف إن سمير صبري بيترصد له أي حاجة وإن دي مش أول مرة يدخل معاه في مشكلة قضائية.